ماما تصور ايه النهارده؟ مش عارفه، كل الموديلات الصيف السنه دي عباره عن كرانيش اوف شولدر، كذا كورنيش فوق بعض، بلوزات طالعه جميله جدا بس بتاخد معايا وقت في الفيديو، يعني ممكن اقعد ساعه عشان اسرج الكورنيش ده وافضل اشد فيه وفي الاخر اقعد اخيطه، بياخد مني وقت طويل وارهاق، بتعب يعني ما بقدرش اصور اكتر من فيديو في موضوع الكرانيش ده. طب انت تعمل ايه بقى؟ مش عارفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الكرانيش بطريقة سهلة وبسيطة، بطريقتين دبوس على كل المكن، ومن غير ما تسرجي ومن غير ما تاخدي وقت طويل. هتعملي كرانيش كتير قوي قوي، يمكن 20 كرانيش وانتي قاعدة في 5 دقايق. تعالوا نشوف الطريقة ونعمل لايك ونعمل شير ونبتدي على بركة الله. دي المكنة، الكرنيش بينفع على اي مكنة، قصدي الموضوع ده بينفع على اي مكنة، الصغيرة الكبيرة اي حاجة. تمام، نعمل زوم كده لو سمحت، يعني شايفين هنا هتلاقوا في فتحة كده صغيرة اهي، تمام اهي، تمام شايفين كده تحت، هنحط فيها الدبوس، هنحط فيها دبوس عادي جدا خالص، على فكرة دبوس ابرة من اللي انا بستخدمه في الخياطة، او حتى دبوس صرحة او حتى ابرة، اي حاجة تكون بس ايه نقدر تكون رفيعة كده ونقدر نحطها. شايفين دي الاول، لازم ترفعي الجزء ده الاول كده، دوت كده اهو، لازم نرفعها تمام، وبعدين تنزلي الجزء ده اهو، شايفين ايه، وبتدخليها خلاص. دي القماشة اللي هنعملها كورنيش، وبننزل الجزء ده كده، بسم الله نشد اهو، شايفين ما تقلقيش ابدا من الابرة اهو، يعني الفساتين هتكون سهلة والاوف شولدر هيكون سهل، البلوزات اللي هنعملها هتكون سهلة جدا جدا ومتاحة للجميع اهو، شايفين اسهل كورنيش، ما خدتش مننا دقيقة اهو. تمام، طيب كده وخلاص؟ لا، محتاجة اثبت الكورنيش، اطلع الابرة بتاعتي دي خالص دبوس واخيطها علشان اتأكد ان هي بقت ثابتة اهي، وده مش هياخد مننا اي وقت. طيب علشان اعمل كورنيش ناجح لازم يكون ضعف المسافة اللي انا هعملها ليها، يعني ايه؟ يعني لو الجونيلا 60 سنتي لازم اعمل الكورنيش 120، طبعا من جنب واحد. تمام، يعني ايه لازم اضاعف الكورنيش؟ لازم اضاعف الكورنيش عشان يديني الكشكشة اللي انتوا شايفينها دي، شايفين اهو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم والفكرة كمان عجبتكم، بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.